8/11/2014 جولة ميدانية في مدينة الشيخ مسكين المحررة إلى غرفة عمليات الفيلق الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله سبحانه وتعالى على المرابطين المجاهدين في الشيخ مسكين الجيش الحر والكتاب المرابطة على أرض الشيخ مسكين بتحرير المناطق التالية: مساكن الشيخ مسكين والحي الشرقي في الشيخ مسكين ورباط على محولي. نصر من الله وفتح قريب. نحن الآن في مساكن ضباط الشيخ مسكين، جولة ميدانية على تلك المساكن. تم نهبه من قبل العصابات الأسرية واتخذ المكان للدشن. الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. ساكن الشيخ مسكين العسكري مستوصف بساكن الشيخ مسكين العسكري الذي تحول إلى رباط القتال والذي استحلته قوات النظام الظاهري. الله أكبر. اليوم 8/12/2014 جولة على المناطق المحررة في مدينة الشيخ مسكين بعد غرفة عمليات فيلق الأول بقيادتها تنتشر في مساكن الشيخ مسكين بعد تحريرها 8/12/2014. الخريطة المخطط لهذه الإحباطات.